بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 60 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك مع أسئلتكم واستفساراتكم، ويجمعنا هذا اللقاء بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. أبو أحمد ألف يقول: هل نور النبي صلى الله عليه وسلم هو من نور الله أو من غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، ونوره الذي جعله الله فيه هو نور الرسالة ونور الإيمان، فهو نور الرسالة ونور الإيمان ونور الوحي، وليس هو من نور الله الذي هو صفة من صفات الله جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لم تكن إلى رسالة أخرى بعث بها السائل، يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة على أرض مفروشة بها نجاسة؟ فقد صليت في شقة عدة صلوات، وأخبرنا بعد ذلك صاحب الشقة بأن الفرشة غير طاهرة بعد سنة لما رجعنا إليه في الإجازة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانت الشقة واسعة والنجاسة في جانب منها ولم تعلموا أنكم صليتم على نجاسة، فالأصل صحة الصلاة حتى يتبين لكم أن البقعة التي صليتم عليها نجسة، أنها نجسة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا صلى الإنسان وهو يجهل النجاسة في ثوبه أو في بقعته وأدى الصلاة وانتهى، صلاته صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائل يقول: الذي يعاني من خروج الريح باستمرار، كيف يتعامل مع الصلاة ومع الوضوء جزاكم الله خيرا؟ هذا حدثه دائم، مثل سلس البول، يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي على حسب حاله ولو خرج منه خارج وقت الصلاة. جزاكم الله خيرا. أسئلته يقول: بالنسبة لمس المرأة الأجنبية، هل ينقض الوضوء؟ نعم، لمسها مباشرة، الأجنبية وغير الأجنبية، حتى الزوجة أو نعم حتى الزوجة، إذا لمسها بشهر فإنه ينتقض الوضوء، لأن لمس المرأة بشهوة مظنة خروج الشهوة، فإنه ينتقل وضوءه بلمس المرأة بشهوة لكن مباشرة من غير حائط. نعم. بالنسبة يقول فضيلة الشيخ: لدعاء الوضوء بعد أن أفرغ من الوضوء، ما هو الدعاء المشروع في ذلك؟ الدعاء المشروع أن تقول في أول بسم الله، وفي النهاية تقول: أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخيرا يقول: ما ضابط النوم الذي ينقض الوضوء ويتوضأ منه الإنسان؟ وهل يجوز المسح على الجوارب المعروفة إذا كانت قد لبست على طهارة؟ النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يكون من المضطجع أو من الجالس المتكي على شيء، حيث لو سقط هذا الشيء لسقط هو، هذا هو الذي ينقض الوضوء، لأنه حينئذ لا يثق من نفسه وهو مظنة خروج الخارج، فجعل النوم ناقضا للوضوء لأنه بمنزلة خروج الخارج إذا كان نوما مستغرقا. أما النوم النعاس اليسير من الجالس المتمكن من نفسه فهذا لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون لأنهم جالسون، وهذا نعاس، فقل من يسلم من النعاس. وأما بقية الأحوال، المسح على الجوارب إذا كانت ساترة، وكانت الجوارب ساترة للرجل، ساترة للكعبين، أما تحت الكعبين من سائر الرجل إلى الأصابع كله مستور، ولبسهما على طهارة، فالصحيح أنه يمسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين وعلى الجوربين. يقول: مدة المسح، هل يجوز المسح على خفاف
من فوق الجوارب نهوا أن يمسح. إذا لبس الجوارب ساترة ولبس فوقهما الخفين فله أن يبدأ المسح على الجوارب أو يبدأ المسح على الخفين. وإذا بدأ المسح على شيء فإنه يستمر، ولو خلعه فإنه ينتقل وضوءه. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم مرام من الخارج تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للنفساء إذا طهرت أو رأت الطهر قبل الأربعين ماذا يلزمها؟ يلزمها أن تغتسل وتصلي وتصوم لأنها أصبحت طاهرة. فإن عاد الدم في الأربعين فإنها تجلس، وصومها وصلاتها صحيحان في الفترة التي رأت فيها النقاء التام. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: أرجو من الشيخ أن يتحدث عن أهمية الوقف على الكتب والمكتبات، وما هي الأشياء التي توقف حفظكم الله؟ الوقف قربة ومستحب، لأن يقف الإنسان من ماله ما يجري أجره عليه بعد موته، فهو الصدقة الجارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وما من أحد من الصحابة عنده مال إلا وقف، لأنهم حريصون على الخير وعلى القربات. فالوقف مستحب لمن عنده سعة في المال، وأن يقف ما فيه نفع مستمر، هذا هو الوقف. نعم. يقول الشيخ: ما أسباب انحسار الوقف في وقتنا الحاضر؟ فنحن يقول لا نرى اهتمام بذلك، وما هو العلاج في نظر الشيخ؟ الوقف أصلا ليس واجبا، من أراد أن يوقف فله ذلك وله الأجر، ومن لم يرد الوقف فلا شيء عليه، وأحوال الناس تختلف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيه. ننتقل إلى رسالة بعث بها سائل من برنامج، يقول: فضيلة الشيخ، هل المداومة على ركعات الضحى واجبة أم سنة؟ وما هو أقلها وما هو أكثرها؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسنة، يعني أربع تسليمات، هذا أكثرها. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد الرمس إلى قبيل الظهر، كلما تقوم الشمس وسط السماء ينتهي وقت صلاة الضحى. وداوم عليها فحسن، وإن لم يداوم عليها وفعلها يوما بعد يوم فهو أحسن، لأن يظن أنها واجبة. أحسن الله منكم. ورسالة من الخارج أيضا، أبو عبد الله يقول: أبعث بهذه الرسالة من برنامجكم وأسأل عن كيفية إطعام 60 مسكين في مجامعة زوجته في نهار رمضان، هل يعطي بقيمتها أي لا تؤمى للجمعيات الخيرية أم لا بد من الإطعام، وما المقدار في ذلك مأجورين؟ لا نعدل عن لفظ الآية، لأن الله يقول إطعام 60 مسكين، والإطعام هو دفع الطعام للمساكين، دفع الطعام للمساكين بهذا العدد، لا تبرأ الذمة إلا بذلك، أن يدفعها هو بنفسه أو يوكل من يثق به، لأنه يوصلها إلى الفقراء، ولا يدفع الدراهم، إن الله لم يأمر بدفع الدراهم، وإنما أمر بالإطعام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أختنا أحلام تقول: ما حكم أخذ شيء من شعر الوجه بالنسبة للمرأة من دون أخذ شيء من الحواجب؟ من الحواجب فالأخذ منها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللامسة والمتلمسة، اللامسة هي التي تأخذ حواجبها أو شيئا منها بأي وسيلة كان. وأما أخذ شعر الوجه إذا كان مشوها ويحتاج إلى أخذه فلا بأس، أما إذا كان عاديا فالأحسن تجنب ذلك، لأن بعض العلماء يرى أنه من النمس. السائل أبو رائد يقول: أنا في رمضان أقدم للصوام العصائر والألبان، وأحب في نفسي أن يراني الناس، وفي نفس الوقت أستشعر عظم الأجر في هذا الموضوع، فهل يدخل عملي هذا في الرياء أم في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي؟ أفتونا مأجورين. إذا كنت تحب أن يرى الناس عملك فهذا هو الرياء، لأن الإخلاص أن تخلص العمل لله، ولا تريد رؤية الناس ولا مدحهم وثناءهم. وأما إبداء الصدقات فمعناه إظهارها، إذا كان في إظهارها مصلحة، أن يقتدي بك الناس ويعرفوا أن هذا الشخص محتاج، يقتدون بك ويدفعون إليه بهذا القصد. ليس القصد الرياء، وإنما القصد القدوة الحسنة وإظهار الطاعة لأجل الاقتداء. نعم. جزاكم الله خيرا. الفقرة الثانية تقول السائلة: هل دراسة الفرائض واجبة أم هي
من السنة دراسة الفرائض فرض كفاية واجبة على الكفاية، وقام من يكفي بتعلمها سقط ليكم عن البقية وتبقى سنة في حق الآخرين. وأما إذا تركها الناس فإنهم يفهمون جميعا. أم محمد أرسلت بهذه السؤال تقول الوالدة امرأة كبيرة في السن تصلي وتصوم النوافل وتتصدق وتقوم الليل، لكنها مع ذلك تتكلم على حفيدتها بكلام فاحش، فما رأي الشيخ في ذلك؟ مأجورين. صلاتها وطاعتها نرجو لها القبول إن شاء الله، وترى كلامها بكلام فاحش هذا ما صحيح، لا سيما على بنتها أو حفيدتها، فهذا أمر لا يجوز، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه رسالة من أخت رمزت لاسمها بفاء عين، تقول بأنها مصابة بالوسواس وأحيانا تقول أبكي على حالتي وأريد التخلص من ذلك، فهل يمكن أن تكون الوساوس عقوبة من الله؟ وهل من أصيب بها يدخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا؟ الوساوس قد تكون مرض نفسي يحتاج إلى علاج، وقد تكون من الشيطان، وهذا هو الغالب. فعلى المسلم أن يستغفر الله وأن يستعيذ بالله من الشيطان ويكثر من ذكر الله، وتذهب عنه الوساوس بإذن الله. والوساوس لا تضر ما دامت أنها حديث نفس، لا تضر. قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان ما استكبروا عليه وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم، فعلى الإنسان أن يقاوم الوساوس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر من ذكر الله، ولا يلتفت إلى الوساوس أو يتأخر بها. وإن كان هذه الوساوس بسبب مرض عصبي ومرض نفسي فليعالج عند الأطباء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أبو خالد من جدة يقول أنا نذرت بأنني إذا تزوجت سوف أذبح كل سنة لله تعالى إذا تيسر لي ذلك، وأنا الآن لي 10 سنوات وأنا متزوج ولم أذبح لله إلا سنة واحدة تيسرت لي، وأما باقي السنوات فلم أذبح حيث أنه لم يتيسر لي ذلك كما نذرت بذلك، فهل علي شيء بترك السنوات؟ إذا كنت استغنيت وقيدت وقلت إذا تيسر ولم يتيسر فليس عليك شيء. شيخ، ما رأيكم بإلزام الناس أنفسهم هذه النذور التي قد يعجزون عنها شيخ؟ أن يتكرر الكلام عنها وعن النهي عنها، لأن النذر يوقع الإنسان بالحرج، وهو كان في عافية، إن شاء فعل الخير وإن شاء لم يلزمه شيء، هو الذي يورط نفسه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فيتجنب المسلم النذر ويفعل الخير على سعته، ولا يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به، ثم بعد ذلك يتحرج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو أحمد يقول في رمضان أيهما أفضل فضيلة الشيخ بالنسبة للعبادة، التنفل في العبادات أو قراءة القرآن أو الانصراف إلى طلب العلم وكتب التفسير وكتب الفقه وغيرها؟ طلب العلم هو أفضل العبادات التطوعية، وأفضل العبادات التطوعية أفضل من قيام الليل وأفضل من صيام التطوع، إذا كان صيام التطوع لا يتمكن من طلب العلم هو أفضل، وأفضل العبادات لأن نفعه يتعدى، نفعه ينفع العالم ونفسه وينفع غيره، ما كان نفعه يتعدى فأجره أكثر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رسالة أخرى من أبو محمد يقول إذا خرجت من نزهة خارج المدينة مسافة أكثر من 80 كيلو هل يجوز في قصر الصلاة؟ إذا كنت قاصدا هذه المسافة لك قصر الصلاة، أما إذا كنت خرجت وأنت لا تدري وين تذهب ولا أين تنزل وإنما تماديت حتى بلغت هذه المسافة لا يجوز لك القصر لأنك لم تقصد السفر. السائل أبو عبد الرحمن يقول بالنسبة للنظر في ساعة، فنحن نرى في المساجد بعض الناس يرى في ينظر في ساعته أو يأخذ شيء من شماغه ووضعه فوق عاتقه، كثرة الحركة هل تبطل الصلاة أم لا؟ الصلاة مطلوب فيها الخشوع وعدم الحركة، والحركة للحاجة
لا بأس بذلك، تحليل في الثوب أو تعديل شعره أو شيء يحتاج إلى تعديله. الحركة اليسيرة، الحركة اليسيرة مش حاجة، لا بأس بذلك. يقول السائل: أمي حجت في سنة من السنين ورمى عنها أخوي في اليوم الثاني دون أن توكل أخي، فما الحكم؟ إذا كان لم توكله فلا يجزي عنها، لأنه لا بد من النية، لأن الرمي عبادة، لا بد من نية الإنسان الرمي إما بنفسه وإما بوكيله. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان رمى عنها بدون توكيلها فإن هذا لا يجزي، ويكون عليها فدية في مكة وتوزع على فقراء الحرم. نعم. يقول المصلي: إذا سجد وضع بكرته على الأرض هل يجوز السجود عليها؟ إذا كان هذا لحاجة الشوك أو الحصى أو شدة البرودة أو الحرارة فلا بأس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا سجدوا يضعون شيئا من ثيابهم يسجدون عليه اتقاء للحر. نعم. السائلة: